فرحة كده كانت موجودة امبارح، كان يوم رياضي عربي مبهج وحماسي وبطولي نقدر نقول عليه. المنتخب السعودي حقق أفضل انطلاقاته في تاريخ بطولة كأس العالم وقدم ماتش ملحمي قدام الأرجنتين، وشفنا امبارح نتيجة 2-1 في مباراة نقدر نقول إنها بتعتبر واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم. كمان امبارح منتخب تونس حصل على نقطة ذهبية من منتخب الدنمارك وقدر إن هو يقدم عرض في منتهى القوة في بداية مشواره في كأس العالم 2022 في قطر. نقدر نقول مليون مبروك للسعودية والتونس، وإن شاء الله نبارك النهاردة كمان للمغرب بعد مباراته مع منتخب كرواتيا اللي هتكون النهاردة الساعة 12 الظهر. بكل تأكيد كل التوفيق طبعا لمنتخب المغرب، وألف مليون مبروك للسعودية لشرفتنا الحقيقة في بداية مشوارها في بطولة كأس العالم. احنا سعداء جدا بالإنجاز الكبير اللي حققته امبارح. مصر كلها كانت بتشجع السعودية، وتونس كمان، كل الناس في الكافيهات وفي البيوت كانت بتتغنى كمان وبتشجع السعودية. فرح قلبي يا الأخضر أنت قدها وتقدر. طبعا كلنا طول فترة الماتش أعصابنا كانت مشدودة مع السعودية، كلنا فخورين بالأداء الرجولي للعيبة، وكلنا لم نكن نتوقع هذه النتيجة، حتى السعوديين نفسهم لم يكن يتوقعوا هذه النتيجة، محللين الكرة لم يكن يتوقعوا هذه النتيجة بهذا الأداء، بهذا التكتيك اللي نفذه بالفعل المدير الفني العبقري هيرفي رونار، وازاي قدر انه يتحكم في زمام المبادره ويمنع خطوره ميسي ورفاقه ويمنح الافضليه كمان للمنتخب السعودي، خاصه في الشوط الثاني اللي تم فيه تسجيل هدفين باقدام صالح الشهري وسالم الدوسري مقابل هدف وحيد اللي سجله طبعا ميسي في الشوط الاول من ضربه جزاء. عايز اقول لك ان امبارح كمان مباراه تونس والدنمارك كانت في منتهى الاهميه، وشفنا مع بعض ازاي اللعيبه قدموا افضل ما عندهم، خرجوا بنقطه ثمينه من ماتش ما كانش سهل ابدا، وكان قدامهم منافس قوي جدا، قدروا انهم يفرضوا احترامهم على الملعب طول ال 90 دقيقه، وقدروا انهم يلعبوا بجرأه وشجاعه واقدام، وقدموا شكلهم وقدموا نفسهم كفريق قوي وماسك نفسه، مش خايف، مش مهزوز، مش مالي مركزه، لا بالعكس. احنا شفنا امبارح مباراه كانت في منتهى القوه. المصريين بقى امبارح طول المباراه كانوا قاعدين بيشجعوا اخواتهم التوانسه بكل حماسه وقلب، اعصاب مشدوده طول الوقت، فخر ان نسور قرطاج كانوا بالمستوى المحترم ده. حقيقي امبارح كانت فرحه كبيره. آخر خسارة للأرجنتين كانت من البرازيل في 2019، تخيلي بعد 36 مباراة قدرت السعودية أنها تفوز على الأرجنتين المرشح الأول للفوز بهذه البطولة. كل المصريين طبعا ده مش غريب علينا، كلنا كنا قاعدين امبارح زي ما كانت منا بتتكلم مشدودين، طبعا بنشجع المنتخبات العربية كلها، فرحتنا امبارح بالسعودية وتونس حقيقي ما تتوصفش. وأكيد كلنا تابعنا صفحات على السوشيال ميديا امبارح، واليعني الحتة الدعابة بقى والكوميكس المصريين طلعوه امبارح من فرحتهم بفوز المنتخب السعودي. طبعا كنا بنشجع السعودية وكنا بنشجع تونس، وان شاء الله الماتشات اللي جاية نفرح معاهم ويقدروا ان هم يتأهلوا. لسه السعودية عندها ماتشين مهمين جدا مع المكسيك وبولندا، ان شاء الله بإذن الله يتأهلوا لدور ال 16. احنا النهارده طبعا في ظهر المنتخب المغربي الشقيق، بنتمنى له كل التوفيق وان شاء الله يفوز في مباراه النهارده، لان المباراه غايه في الاهميه. صباح حضراتكم مره تانية، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.